محي معايا محمد محي النهارده، انا مش مصدقه نفسي يا اخوانا. يعني حبيبتي يخليك، شكرا يا حبيبتي، شكرا على كل حاجه والله، شكرا على وجودي معاكم والله. هحكي لكم على موقف حصل زمان وانا في معهد موسيقى عربيه، عايزه اقابل محمد محي، بحب محمد محي، واللي كان عايز يقرب مني يجيب لي بوستر لمحمد محي في المعهد. فلمينا بعض كده، كنا عاملين كنا شلة صحاب، وكان معايا اخو انغام خالد، ورحنا لمحمد، كان لسه عامل البوم صدقتني وانا قلت لك اغلى الناس. فطلعنا فوق، وكان معايا واحده صاحبتي جريئه جدا. احنا عارفين ان محمد محي ساكن في شارع معين في مدينه نصر، فاحنا ليل ونهار في الشارع ده نشوفه صدفه مش ممكن. المهم فطلعنا وخبطنا، كان عنده بروفو، كان عنده ناس، بس كان ذوقه وخرج لنا. فصاحبتي راحت داخله عليه بوسه من هنا وبوسه من هنا، وانا من كتر ما انا بحبه اتسمرت مكاني، نزلت العربيه قعدت اعيط، انا ليه ما بوستوش زي ما هي يا حبيبتي. على فكره هي اللي فكرتني يعني هي لو ما كانتش قالت لي فعلا ما كنتش افتكرت، انما هي فكرتني بصاحبتها، لان صاحبتها فعلا كانت جريئه. وبعدين لما بستني من هنا وهنا لقيت شيرين بقى، عرفتي راحت ضربها غيرانه عليه. ياما في ملايات اتقطعت من العياط بسبب محمد محي والله العظيم. انت امي بوسي دلوقتي وخلصي بصراحه بقى يا شيء. ايوه كده اوكي، انا حبوس غاده عبال ما تخلص. وعشان كده انا بتلكك يا مس. طيب محي، مين شجعك على الغناء؟ مامتي الله يرحمها، والدتي كانت بتغني صوتها حلو قوي، فيعني هي تقريبا اللي شجعتني على ان انا اغني من واحنا صغيرين. وعيله بقى يعني، عارفه انت يعني زي كل عائلات مصر يعني، نقعد بقى نطلع طبله، نطلع مش عارف ايه، ونقعد نغني مع بعض انا وامي وكده. وهي كان يعني بصراحه صوتها كان جميل يعني، بحبه، ولازلت في اغاني معينه بسمعها بصوتها لما بتيجي، اغاني الورده، اغاني للناس العظماء دي كنت بسمعها بصوتها. الله يرحمه. انما ابويا بقى كان مالوش خالص في الغنى يعني، كان فريد شوقي يعني، في والله زمان يعني بيغني بس يعني عافيه.